بأبسط المكونات هعمل النهاردة معاكم كيك هش وخفيف، فاتح من جوه، لونه تحفة من تحت ومن فوق، ولا غلطة، وهينجح معاكي من أول مرة. يلا نبدأ الفيديو ونشوف الكيك الجميل ده بيتعمل ازاي بمكونات بسيطة وسهلة جدا. هنجيب شفشق الخلاط، كل حاجة هنعملها في الخلاط يعني على السريع كده ومش هتاخد مننا اي وقت. حطيت نص كوباية من الزيت وتلات حبات من البيض، وعندي هنا معلقة من السمنة مسيحاها، وهنا كوباية من السكر، وعندي هنا عصير ليمونة، تقدروا تحطوا بدل عصير الليمونة معلقة خل، والخل او عصير الليمون هو اللي بيخلي لون الكيك من جوه فاتح. هنضرب بقى المكونات دي كده في الخلاط ونرجع تاني. وكده بعد ما ضربتهم في الخلاط جبت بقى طبق وهفضي فيه الخليط السايل، وكده هجيب بقى رشة من الملح زي كده هنخلها علشان لو الملح خشن مش عايزينه ينزل في الكيك. وبعدين هنا عندي كوبايتين من الدقيق، حاطة كوباية ونص من الدقيق ونص كوباية من النشا، كوباية ونص دقيق ونص كوباية من النشا، ومعلقتين صغيرين مليانين من البيكنج باودر. انا حطيت كيك شيف. هنخل بقى الدقيق، ولازم طبعا في الكيك او اي معجنات لازم يتنخل وخصوصا الكيك، هنخلهم بالمصفى كده، وهنقلب بقى الدقيق مع الخليط السايل ونقلبهم مع بعض كده بالمضرب. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وشيروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس. طبعا الخليط زي ما انتم شايفين لسه تقيل، يعني تقيل خالص، فاحنا هنحتاج دلوقتي كوباية من المية المغلية، لازم تكون مغلية هتفرق كتير في الكيك، او كوباية من اللبن. انا حطيت مية مغلية كوباية، وانتوا تقدروا تضيفوا بدل المية تحطوا كوباية من اللبن، بس كوباية مليانة. وهنقلب بقى الخليط كله كده لحد ما يندمج في بعضه ويبقى ايه، المية تختلط بالسوائل بكل حاجة. انا كده خلاص اتأكدت انها اتقلبت كويس جدا. هجيب بقى صينية ألمونيا احسن حاجة تتسوى فيها، وبالفرشة كده وهدهنها سمنة، وبعدين بشوية دقيق كده وبرضو هبطن الصينية. نفضي بقى الخليط، وطبعا انا قبل ما اشتغل في الكيكة شغلت الفرن على درجة حرارة 180. وكده بنسويها في الصينية، وحاولي ان انت تسويها في صينية تكون من تحت متساوية علشان ما تطلعش معاكي بقى يعني حتة عالية او حتة واطية. ولو على الفرن عندك له مروحة شغلي المروحة من غير ما تشغلي الشواية، هتحطيها على الشبكة هتطلع معاكي مظبوطة جدا. لما بتكون الصينية يعني واطية من النص ولا كده بتطلع معاكي الكيكة بتبقى عالية من النص، لانها كلها بتتكون في النص. فانا عندي الصينية برضو نازلة شوية من النص، فلذلك برضو ايه هتلاقيها عالية اكتر من النص. وما عنديش مروحة، انا مشغلاها على الفرن العادي، والفرن عندي برضو جنب وجنب، يعني على حسب، لو فرنك فيه مروحة افضل كتير من الفرن العادي. هشة وخفيفة وطلعة تحفة جدا. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وتشيروه عشان يوصل لكل الناس، واشوفكم على خير في وصفة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.